السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا ومعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. قال له صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: الثلثان. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. ثم قال:
أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي العربي، ورضى اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين، وعن صحابته الغر الميامين، وعلى كل من سار على نهجهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة الأحباب، حديثنا في هذه الدقائق عن استثمار المال في الإسلام. بعض الناس ربما يكره هذا المسلك ويقول إنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا الكلام ليس على إطلاقه. إن الله عز وجل قد وصف التجارة وصفا جميلا، فقال في سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. جعل التجارة ابتغاء والتماسا من فضل الله، ثم جمع بينها وبين القتال في سبيل الله. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، جمع بينهما سبحانه. في يوم الجمعة الله عز وجل قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي شعيرة الحج يقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في موسم الحج وفي أيام الحج. كان الصحابة قبل نزول هذه الآية يتحرجون من التجارة في أيام الحج، لكن الله عز وجل رفع الحرج عنهم بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في أيام الحج، على أن يكون ذلك بالقصد التابع لا بالقصد الأصلي. القصد الأصلي هو الحج وأداء الفريضة، ثم تأتي التجارة، هذه تابعة وليست أصلية. إن الله عز وجل امتن على قريش برحلتي الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا أطيب الكسب، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم ربما يحتج البعض بما ورد من أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف قد جاء في بعض الأحاديث أنه يدخل الجنة حبوا، أو أنه يتأخر في دخول الجنة من أجل أنه كان رجلا غنيا أو كان رجلا متاجر. هذه كلها أحاديث واهية وأحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها في مثل هذا المقام. فيحذر مما انتشر من هذه الأحاديث الواهية عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. بل كان سيدنا عبد الرحمن أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد بدرا وشهد بيعة الرضوان، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيه الله عز وجل من سلسبيل الجنة. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من مكة إلى المدينة، وآخى النبي بين المهاجرين والأنصار، آخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، وقال له سعد: ها
هذا مالي أقاسمك مالي، وهذه داري، وهذه وهذا مالي. فقال له سيدنا عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب وتاجر. أيها الإخوة الأحباب، إن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للتاجر الصدوق أنه يبعث يوم القيامة ويحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. أيضا في التجارة فيها معنى التوكل على الله عز وجل، لأن التاجر ليس كالموظف، الموظف عنده راتب شهري يأتيه في نهاية كل شهر، إنما التاجر يوم في مكسب، يوم فيه خسارة، يوم فيه زيادة في الربح، يوم فيه قلة في الربح. فهذا يعمق فيه معنى التوكل على الله عز وجل. ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. أيها الإخوة الأحباب، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، لا يعيشون عالة على غيرهم. كان الأنصار أهل زرع ونخيل، وكان المهاجرون أهل التجارة والصفق في الأسواق. كان أبو قلابة البصري يقول: لأن أراك تكدح في توفير قوتك أحب إلي من أن أراك في زاوية من زوايا المسجد، يقصد بعد أداء الفرائض. لأن أراك تكدح في توفير قوتك أحب إلي من أن أراك في زاوية من زوايا المسجد. المطلوب أن تسعى لتوفير رزقك ورزق من جعلهم الله عز وجل تحت ولايتك. ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك في المسجد وغيرك يقوت لك، يكدح ويعمل من أجل أن ينفق عليك. ابدأ برغيفيك أولا، أحرزهما ثم تنسك. سأل الفضيل بن عياض عبد الله بن المبارك: إنك تأمرنا دائما بالزهد والتقلل والبلغة، لكني أراك تأتي بالبضائع من خراسان إلى البيت الحرام، يعني تاجر استيراد وتصدير. وما أدراك من عبد الله بن المبارك؟ قامة كبرى من قاماتنا، هامة شامخة من تاريخنا. أحد الناس يقول عن سيدنا عبد الله بن المبارك، يقول: مررت بقبر ابن المبارك ساعة فأوسعني وعظا وليس بناطقي، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكنها الذكرى تنبه غافلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. فقال له سيدنا عبد الله بن المبارك: إنما أفعل هذا لأصون به وجهي وأكرم به عرضي وأنفق منه على ولدي. أيها الإخوة الأحباب، إن نبينا صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة بعد عمله في الرعي. كان قبل البعثة يتاجر في أموال أمنا خديجة أم المؤمنين، كانت ذات مال وفير، كان يعمل في مالها بناء على المضاربة. المضاربة هذه عقد من عقود الاستثمار، أن تدفع المال إلى من يستثمره لك مقابل جزء من الربح، عقد يجمع بين طرفين، طرف يملك المال ولا يملك الخبرة، وطرف يملك الخبرة ولا يملك المال. تجمع الشريعة بينهما في عقد المضاربة الذي عمل بمقتضاه نبينا صلى الله عليه وسلم في أموال أمنا خديجة قبل البعثة، ثم ذكره بعدها كالمقر له. سيدنا العباس رضي الله عنه كان يدفع ماله قرضا وقراضا،
قرضا ربويا قبل أن ينزل تحريم الربا وقبل أن يحكم بتحريم الربا، وكان يدفعه قراضا، قراضا يعني مقارضة اللي هي المضاربة لمن يستثمره مقابل جزء من الربح. ثم هناك بعد هام جدا في هذا المجال، هؤلاء الذين يكدون ويجتهدون في توفير البدائل المشروعة خاصة في هذه البلاد، الذين يستثمرون في البدائل المشروعة التي لا توقع المسلمين في حرج، هؤلاء عملهم يعتبر امتدادا لعمل المسجد. إن رسالتهم امتداد لرسالة المسجد إن صحت فيها النيات. الذين يعملون في مجال مثلا توفير المطاعم الحلال في بلاد انتشرت فيه الميتة ولحم الخنزير، من يكدح ومن يرابط في هذا الثغر لإطعام المسلمين طعاما حلالا ثم يتقي الله عز وجل في تقدير ربحه وتقدير أثمان سلعه فلا يغالي بها على الناس ولا يبتز شعورهم الديني من أجل تحقيق مزيد من الأرباح الخاصة له، هذا على ثغر من ثغور الدين، عمله امتداد لعمل المسجد. هؤلاء الذين يكدحون مثلا في توفير شركات تمويل إسلامية لكي يوفروا للناس بيوتا بعقود مشروعة وتملك بيت على الطريقة الإسلامية، ما دام يسعى على تحقيق حلمه بآليات مشروعة ووسائل مشروعة، القرض عندنا في الشريعة الإسلامية لا يكون استثماريا أبدا إلا مع الله عز وجل. القرض لا يكون إلا حسنا، كل زيادة مشترطة على أصل المال فهي من الربا الجلي القطعي بإجماع المسلمين، وفيها نزل قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، في هذه العقود المشروعة بدائل حلال طيبة يمكن أن يستثمرها المستثمرون المسلمون وأن يتعامل بها أصحاب الحاجات من المسلمين لتحقيق حاجاتهم، إن حسنت النية في هذا صار عملهم قربة من القربات وعبادة من العبادات. إن سعي هؤلاء وكدحهم لا يقل في عين الله عن عين المرابطين والعاكفين في المساجد. النية الصالحة يتحول معها العمل العادي إلى قربة من القربات. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يؤجر عليها. أيها الإخوة الأحباب، إن على المسلم المستثمر عليه أن ينتبه إلى جملة من الضوابط. أولا أن يكون سعيه وكدحه واستثماره في فلك الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثانيا، المستثمر المسلم لا يشح ببذل الحقوق. إن كان عليه دين يسارع في سداده. مطل الغني ظلم،
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته كما قال صلى الله عليه وسلم. المستثمر المسلم إذا استدان دينا يحرص كل الحرص على أدائه والوفاء به. نصب عينيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وفي المقابل من يدين دينا وهو يضمر ألا يوفيه لقي الله سارقا. من يدين دينا وهو يضمر ألا يوفيه لقي الله سارقا. المستثمر المسلم لا يستثمر آلام الناس وأوجاعهم حينما تنزل بهم نازلة أو ضائقة لكي يثري إثراء غير مشروع. هؤلاء تجار الأزمات الذين يكتنزون الأموال الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. المستثمر المسلم ينأى عن الغش والتدليس والخديعة. إن نصب عينيه أن التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. المستثمر المسلم لا ينفق سلعته بالحلف الكاذب، لا يجعل الله عز وجل بضاعته يبيع بيمينه ويشتري بيمينه، دائما الحلف على لسانه صادقا كان أم غير صادق. إن المنفق سلعته يعني المروج لسلعته بالحلف الكاذب من بين الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا باعوا لم يطروا، يعني لم يبالغوا في مدح سلعهم وتزيينها في عيون المشترين. وإذا باعوا لم يطروا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم ينطلوا. باقة من الأخلاق الجميلة التي يعتصم بها المستثمر المسلم التي تسلكه في مسلك التجار الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. Brothers and sisters, today's khutbah is about investment the Islamic way, or how to invest your money Islamically. Don't be among those who will say that investing your money in dealing or trading will prevent you from mention or the remembrance of Allah. This is wrong. Allah subhanahu wa ta'ala had described merchants in several places in Al-Quran, in Surah Al-Muzzammil, when he described others who were going on earth seeking Allah's bounty. Allah made them equal to those who fight in his sake. So he gave them great status. And also Allah mentioned in Surah Al-Jumu'ah, after the Jumu'ah prayers, that they disperse on earth and they seek Allah's bounty. And also Allah mentioned in Al-Hajj, when you finish your manasik or rites, there is no blame upon you for seeking bounty from Allah. And the companions used to feel shy trying to do any trade during the Hajj until this ayah was revealed. And Allah subhanahu wa ta'ala put his bounty on Quraysh
when he mentioned about the two tribes that they used to have during the winter and the summer time. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked, which is the best way to gain wealth? He said, when the man works with his hand and when he gains from buying and selling the right way. Be careful, there is some ahadith that are falsified about Abdurrahman ibn Auf, for example, that he will enter heaven slowly or on his knees because he was rich merchant. Actually, Abdurrahman ibn Auf is one of the 10 that Allah's messenger has given the glad tidings that he is among the people of Jannah. He witnessed Badr and Bay'at al-Ridwan, and he is the one that received the dua of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he will drink from Salsabil, which is a well in al-Jannah. And when the migrants came to al-Madinah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam put the brotherhood between al-Muhajirin and al-Ansar. And he made brotherhood between Abdurrahman ibn Auf and Sa'd ibn Rabi'a, who told him, this is my house, have half of it. This is my wealth, you can take half of it. And the response of Abdurrahman ibn Auf, he said, may Allah bless you in your house, in your wives, and your wealth. Just show me where is the market. And he went to the market, he started buying and selling until Allah gave him more and blessed his trade or dealing. Merchants should be happy when you are buying and selling for the sake of Allah to gain wealth the right way. That is part of Islam. Remember, the glad tidings of Prophet sallallahu alaihi wasallam for the merchant who is truthful will be gathered with the prophets, martyrs, and the righteous on the day of judgment. Merchants are not like the employee. The employee who is guaranteed his salary at the end of the month. But for the merchant, there is no guarantee about his income. Because the one day he make money some, he will not make money some, he will lose. He has full confidence in Allah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you depend on Allah and be sincere, he would certainly provide you as he provides the birds who leave early hungry in the morning and return with full. Al-Fudayl ibn Iyad asked Abdullah ibn Mubarak. He said, you ask me to be modest in life, but we see you going and trading and bringing merchants from farther on earth to bring it to Mecca. And you doing all these deals and trades. Why are you doing this when you asking me to be modest? And he tries to show him that Islam is not about just standing in lines and praying, or stay in the masjid after performing the obligatory prayers. But also you need to find your source of income. You need to gain your sustenance. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gives us the best example, because before Islam, he used to trade with his wealth of Khadija, his wife, as we all know. And he used to use that in al-mudaraba, which is to use the money with the expert in the term for some percentage of the profit. And Al-Abbas radiallahu anhu used to divide his money into two types. One as loans, and that was before Allah forbidden riba. And the other part is al-mudaraba, which is invested with the right people with the knowledge, with the experience in business that will gain back some profit. The merchants
who are sincere in their business can spread the message of Islam through their behavior exactly the same way the old merchant spread Islam in the Indian continent, Africa, China, and all over the world. They were the true messengers of Islam and those business that provide halal alternatives for Muslims in this country. That is Islamic alternatives as long as the intention is right. And the Prophet ﷺ said, even when you are feeding your family, you get a hasana or a sadaqa. Also, when you approach your wife, you get a charity. That is because your intention is there. The companion said, O Messenger of Allah, when one of us fulfills his carnal desire, will he have some reward for that? He said, do you not say that if he were to act upon it, his desire, in an unlawful manner, then he would be deserving of punishment? Likewise, if he were to act upon it in a lawful manner, then he will be deserving of a reward. So the Muslims need to be aware of three things. The first one, that all investments should be in the permissible ways. For example, do not invest in alcohol. Second of all, to give people their rights, especially if you are capable of returning the people's money, their rights, pay off your debts. The third thing is not to take advantage of people's calamities. Don't try to use as a way to increase in your wealth. It is not a Muslim character to cheat, no deception. Because remember, the truthful merchant is among those that Allah subhanahu wa ta'ala will gather with the prophets and the righteous and the martyrs. So the truthful merchant will not use swearing by Allah subhanahu wa ta'ala about his merchant. أيها الإخوة الأحباب، لا يجوز لنا في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الأيام ونحن نتابع ما يحدث لبلادنا العربية والإسلامية وخاصة قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، لا يجوز لنا أن نغفل عن الحديث فيها، ولنا فيها إن شاء الله حديث مطول في حلقة الليلة إن شاء الله، في حلقة الجمعة بعد صلاة العشاء في هذا المسجد إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الجمع الطيب الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانزع الشقاق والنفاق من قلوبنا. اكفنا اللهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ردنا والمسلمين إلى أخلاق الإسلام ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى تعاليم الإسلام ردا جميلا. انصر اللهم الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، وكن لهم مؤيدا وظهيرا. اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء.
اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم لا تجعل للمفسدين على المصلحين سبيلا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، إنك نعم المولى ونعم النصير. آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة، استووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر.
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. وذلك على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خير شيخ محمود في الخطبة. في
few announcements. Today, brother and sister, in the deadline for the nomination for IIGD, the nomination will lead for election in the next process. So please, if you have not submitted your nomination, to hand it to brother Adil Salim, sister Noura Saleh, or Abu Nasir Hassanin by tonight after Isha prayer. Also, IIGD donation letters, if you donated for the year 2019, you should have a letter outside distributed by brother Amjad. If you're not here, son, out the office, in the office, inshallah. If you're not here, it will be mailed to your home address, inshallah. We have care event a week from today on Friday, inshallah. After Isha prayer, it will be here at the masjid about knowing your rights. So it's important if you want to attend and know your rights about the traveling and so on and what's going on. So that will be by care attorney next Friday, January 7th, at here in the masjid, inshallah. Quran competition also next week on Saturday 1-8 in here in this masjid, inshallah, also after Maghrib, 6 o'clock to 8:30. And Sheikh Mahmoud will do halqa, as he said tonight, inshallah, after Isha prayer in here. And then finally, brother, if you have any question or any clarification, send email to iigd@hotmail.com or bod@iigd.org, or we have suggestions, email suggestions@iigd.org. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. Nice.